أن أي تواجد مصري سيكون في إطار هذه البعثة التي ستحظى أو تحظى بالفعل بترحيب الحكومة الصومالية وأيضا ترحيب من الاتحاد الإفريقي. وزيرك أرمها الدبادة دالك مصر تكتور بدر عبد العاطي أيها فافاهن كبحية إسبهايسي سدح جيسودك إدوان إحمريه دلالك الصومالية مصر إي إرتريا وراسي أولي شي تلفشن لغالي هاي دالك مصر أيو وزيرك الشيغ إنو مصر واجب كساريني هاي إلا لنتا مدني مدى يقرني مدى الصومالية. وزيرك أرمها الدبادة مصر أيا عديي إن هشيسكي كرد عيه مغالة أسمراء أها من تاريق أه يضو مركي أغوه ريسي مدحوينها مصر عبد الفتاح السيسي ودالك أسيب وقضي لنقل ماي مدح ذا إرتريا يا صوماليا. كيفية دعم الصومال في أن يحافظ على سيادته ووحدة أراضيه وحيابها أقوى وين الإسلام اللي وحاكم ده سيدي صوماليا اللغة تاجير لها دقالك أي كل جرت أركي حسدا يا إلى لنت قرن نمدي ده يا من نمدي ده أولاد أيوري وسير بدر. كان في قمة ثلاثية لأول مرة جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس أفورقي مع الرئيس حسن شيخ محمود وصدر بالفعل بيان ثلاثي قوي. كلن كمركي أقوه رئيس الأحمر مدحضة الصومالية مصر إريتريا وحاكا صوبحي بيان علوس أوكوسا بسن تاجيرد الصومالية سيدي الصومالية اللوغة كالمين لها إني قرن مدهي ذا كفذي سبودها دالكاسي قارحان دقالك إي كل جرتو أركي حسدا مسولية داسين وامد أنك دوش نغس saaran soo waafaqsan sharciga caalamiga ah ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar. مساعدة الصومال والحكومة الصومالية على بسط سيادتها داخل الأراضي الصومالية. وحو قالوا وزيركو كشيغي وراسيغا إن الدولة مصر بشان لو ريكتي قدونك قولها النبضة يأمانك مدوغ أفريكا إيادو مدوغ أفريكا وسي آذا أسودوي إن مصر إذا ما قدرت الصومالية كوا أو كمن نقنية هول قلق عصوب مدوغ أفريكا منذ الأول من أكتوبر وفي ترحيب من مجلس السلم والأمن الأفريقي بالمشاركة المصرية في البعثة الجديدة التي سيتم إفادها إلى الصومال والتي ستحل محل البعثة الحالية. بيان كيس دحجي صوتك أهاي أسمر وحا سعد لوغو سودوي كقيم قادة شدا مصر إيهو القلقة إذا مدى مذوق أفريكا إيه صوماليا سيدو كلا بيان كي مدحوين ياش الصوماليا إيه مصر وحو سعد ماشا اوغا ساري شاغشادي بنتا هايد اي فافسي دولد كمده قوالك كنا صابسانيد ان عيد مدى مصر ان لغربين صوماليا اي ان اي سندل بنها دولد شرعيق اه اي صوماليا بيانكو وحو اهاه مدعد او دولد صوماليا اي كسو دويني سو عيد مدى مصر ان اي قيبك النقدان عيد مدى مدوغ افريكا اي صوماليا ايو يري وزيرك ارمه دبد اي مصر. والمساهمة المصرية من جانب القوات المسلحة المصرية في بعثة الاتحاد الافريقي لحفظ السلام. وزير بدر وحو عديي إن جوغتان كعيدما دا مصر كويمد وقلعنشاها ميدوغ أفريكا وقليهي سنبادة يأمنiga أي سود ويين دلبك دولة دا سوماليا يوليبا يادا وقلها أمنiga أي قرمد مدوبة وأنسحين دونو مصرنا أي سنأهين دولة إسكا سعوتا. إذا كان هناك أحد الأطراف يروج لأكاذيب ولسرديات غير واقعية هذا أمر مردود عليه. مصر لا تتآمر ضد أحد، مصر لا تستهدف أحد. هدي أي قلوفة فيني صور بين أه إيا وحان شرين إيادة أي ديب أقول قنيسا مصر عد لدكم أها وحي تاجيري سا سوماليا أو أه دل أي ساحي بوين لطهي أو حرير قطر دير أو سوچرين أه كدحيو مصر وحي قيب وين كأهيت مدح بنانة الصومالية أيها كمدها هذا الذي وزيرك أرمها الدبادة مصر دكتور بدر عبد العاطي. وهناك قوافل تجارية وعلاقات طيبة للغاية وتبادلات تجارية مع الصومال، وأيضا مصر كان لها دور مهم جدا في حصول الصومال الشقيق على استقرار حكتان حقي لسننا وحكت الوقارة قوانك وحبرشاد دلك مركو عرجينا يا إن سيد أي تاع أوقاتان مسؤولي داس ومسؤولي دوين إن شاء الله تعالى دمان اسمها جودز اسمها شواحها تاو برياشي إمس مجنير ردي يدمان كسوق قبل ياشا تاو بركان خاصة
تيم كي أم كشقينا إن إمسكا إن قبل هذا يقبل كبنادر كشقينا رند هذا ندين سلوينا مركورة وحرجينا يا إن معلمي هذا هل كان جوكتين إن هذا واحد بدن كفاءة ستين ننعى ندعم أنت لما مارين تحكتا إن الواحد برا شذا أو سو جرتو إن هدين نقول هيد معلمين تا هدين نقول هيد حكتا أرديدا هيرك كل دون حرجينا يا حكتا أرديدا القرآن الكريم كا أرديدا دكسيدا خاصة دحس سرة إيو كو وحبر شدة وحبر شدة أساسي جد دق دقة أما كو لو يقان ABE Accelerated Basic Education كا إيو فرصة مذا إي معاهدة إيو حرجينا يا أرديدا كلية أو ما Human Resources كام بين آدم كلية أنا هنا وحيابها دكسيدا لقيها له فصل هذا ترى هذا فصل هذا مسؤولها بحد نقول كلف تركيز انتو اللي اجي هاي وحيابها صورا ان لجليه حكتاس لنا ما مله اما لما راي حكتاس وحرجينا وحى صورا دولاي رالك النقطة انا كسو كردنو ما مرك حكتا وحبر الشدة ذاتك هرمرين لها كشقين لها وايدنكا ذاتك وكيل ذكاها كاها قبل ذي دقموين كجوغي نحرجينا أقانتن ماشين على كفاية دستين إنس إذن كو كوبنانن وأدقار سيسان ما ملياش ذاتك أقوم هيمسن أولو رب حكتن إني سوق جليان أي ما ملان وما ملياش بعملو والبا حالك رب إنو سكول كيس سوق جليو مارك سيئو سكول كيس سوق جليو وإنا إذن كو كتاو برتان وحيابه لوغة باهاية إنا كتاو برتان سيد الله إلالي حكتا إي مهيمة دا إيلا دا إن لو كتاو برا بعملو والبا marka shaqadaadu way yaraanaysaa waxay noqonaysaa adigu inaad soo kormeerto oo tababar haday u baahayn aad tababarto wixii ma aragtay oo ama qaladaad oo aad xogta ku aragtay marka lagu soo gudbiyana aad meeshiisi aad u saxdid aad qofkii ugu tagtid ama telefoon ku hagtid si uu inaad u saxdid xogtaas adaa ka wakiilka ah degmadaas xogta ka soo xaroonaysa ama state kaas xogta ka soo xaroonaysa adiga mas'uulka laakiin shaqada xogeed wax qabanaya waa maamulayaasha maamulayaasha cidda tababar leh waa idinka injineeradu jooga dawladda dhexe ama xarunta wasaaraddu ma wada gaari karaan meel walba laakiin idinka ayaa gaari karo markaad ku noqotaan degmooyinkiina markaad ku noqotaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaa idinka inaad aqoontii iyo wixii aad inta ka qaateen aad u gudbisaan dadka in idin fududaato mas-uuliyaddaasna aad qaadaan qof walba mas-uuliyadda saaran mas-uuliyadna wuxuu mas-uul ka yahay qofku daraciyadeed wixii loo diray ayuu mas-uul ka yahay waxaa lagu diray xogtaas ardayda Soomaaliyeed inaad maamusho xog sax ahna la helo marka la yiraahdo ardayda Soomaaliyeed meeqa ayaa dugsi hoose ah waxaa la isla markiina sheegi kartid state level meeqa ayaa ah ardayda inaad sheegi kartid waxaa sahlanaysa marka la helo taas in la helo xogta ardayda ka maqan iskuulada oo degmadaada jooga ama gobolka jooga ama wadanka dhanba jooga yaa la ogaan karaa maxay populationka ama dadka meesha ku nool waxaa la hayaa qiyaas markii la ogaado marka inta iskuulka aado waxaa la soo saari karaa marka inta iskuulka ka maqan markii xog sax ah la helo ayaa go'aan sax la qaadan karaa laakiin hadii iska mala awaal ay tahay waxay ila tahay meeshaan intaas waxay ila tahay ay tahay go'aan sax lama qaadan karo hadii la yiraahdo magaaladan waxaa ku nool kun arday oo iskuul gaartay 200 iskuul dhigato waxaa ku soo baxay 800 arday inay ka maqantaa meeshaas marka markii hadda dawladdu ay qorsheynayso meeqa fasal loo baahan yahay meeqa macallin loo baahan yahay waxay ku saleynaysaa xogtaas 800 maqan si marka go'aan sax loo gaaro waa in la helo xog sax ah waxaan rajaynayaa marka the team kan la tababaray inay xogti sax ah soo ururiyaan حقت السعد هي زوج قد بيان إيو ده المعلومات كان إن لا وذاقه يعني information sharing إن معلومات كلها وذاقه وحي مركز صد إن كوات كادنا أما أتفهم ويسانا أما سئ إن كنا أما